يعني الهيئه والاتحاد السعودي لكره القدم، بالذات الاتحاد السعودي لكره القدم هو المناط فيه المهمه هذه. المفروض كل ملاعب الانديه مهيئه لاي مباراه، يعني من قبل الموسم. هذا 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 شيء بديهي، يعني خاصه المخارج وشده الاناره والاشياء هذه كلها. بالعكس انا 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 اشوف الاشياء هذه مهمه، لا في الرياض، لا اتكلم على مستوى الرياض ولا اتكلم على مستوى المملكه. انا اتذكر عشان بصل نقطه جوهريه، نادي الاهلي لعب التعاون الاهلي قبل يمكن سنتين او ثلاث سنوات، انا اتذكرها بالنادي الاهلي، ومباراة هبوط الاتفاق بعد كانت في الملعب النادي، ومباراة هبوط الاتفاق كانت بالنادي الاهلي، والاتحاد لعب على ملعبه. اي فانا اتكلم، انا اتكلم غريبه غريب، يعني انه ما يرضى انه يلعب النصر على ملعبه. وهي مباراه ويمكن تنحل الازمه فيها. محمد رئاسه التعاون ويعني عارف عمل الانديه، تخيل مثلا يجي يقال لك والله ملعبك ابو بجاز راح مدينه ثانيه ولا. لا مو صحيح، بالعكس ما تتقبلها. اكيد ما تتقبلها، ما في شك ما تتقبلها. عشان انا مستغرب فعلا، مثل ما قالوا ليده في المويه ما بيجي ليده في بعض الناس يعني يعتبر والله لا ملعب الهلال ملعب كانه خلاص ملك للهلال. يعني انا متورط الهيئه وانا امر على 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 العقود هذه، ما نقول والله الغي العقود ولا. انت تتكلم عن ازمه الهيئه متورطه فيها، انا ملزم باحقاق العدل وادفع، انا لا بدفع للشركه هذه لشركه سلمى. انا ما عندي مشكله، لكن ما اقدر اجبر يا استاذ عبد الله، هنا النقطه اللي انا ابغى اوصلها لك. سلطان ما اقدر اجبر احد انه ياجر ملعبه سلطان بالعاميه سلطان. بالغصب اخوي سلطان يا طويل العمر، في 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 انديه كانت المفروض تهبط وتعالجت مواضيع ولاعبين نكرر غلط ولاعبين صار ندور في نفس الغلط، قضيه ورطه دي نقعد ندور في نفس الغلط. وش الضحيه يعني الهلال الحين؟ وش بيخسر الهلال؟ انا بسالك وش بيخسر الهلال؟ ملعبه فاضي ورايح المجمع. انا ما ادري وش بيخسر وش ما يخسر. لا انا اسالك الحين واسال. انا ما ادري وش يخسر، وش بيخسر نادي الهلال لما يعني يتقبل وضع زي هذا ويعالج خطا الهيئه؟ خطا الهيئه مو خطا النصر، خطا الهيئه. لنفترض جدلا انه الهلال بيوافق لمن؟ لنادي من؟ انا اتكلم للهيئه. الهيئه دقيقة يا جماعه انا ادعي النصر ترى النصر ما له ترى على فكره بالموضوع. على فكره يمكن الهلال يوافق للشباب انه يلعب على ملعب. انا ما يقول لك كم سنه الموضوع عداله منافسه. تعرف ليش عداله منافسه؟ الهلال يبحث عن مصلحته في المنافسه، هو ما له دخل بهذه القضيه، قضيه اتحاد كره. انا عشان كذا اسال نفسي احيانا صراحه، يعني كيف الهلال اول سنه الهلال يستاجر ملعب ولا لا؟ صح، بدا من نهايه الموسم اعتقد اللي واول فات. سنه يصير ملعبين، استاد الملك فهد الدولي واستاد الامير فيصل بن فهد. ذنب من؟ ما ادري. انا اسال اول ما نرمي كلام كذا في بين سطوره، يعني اتهامات خطيره. استغرب انا اتساءل، من حقي اتساءل والجمهور يتساءل. اول مره نادي سعودي يفكر يستاجر ملعب في نفس العام او في نفس الموسم اللي ملعبين، ويدينهم بيان هيئه الرياضه، يدين العاملين فيه تعرف ادانه واضحه في البيان. صحيح، ولجنه وتحقيق وظهر فيه اشكاليات. طب مجرد ممكن تكون مباشر عشان نفهم ونفهمون الناس؟ نعم، ممكن تكون مباشر في هذه النقطه عشان يفهمون الناس. انا مباشر بالسؤال، الجواب عندك انت وعند الاخوان. لا انا ما عندي جواب، انا ابغاك تسال انت السؤال بشكل مباشر ونترك الاجابه للناس. لا انا اسال بس علشان ما ترجع تقول انت وبعض يعني انه والله هذا ملعب الهلال من حقه يوافق للشباب ومن حقه. لكن ما له علاقه، هذه ورطه هيئه الرياضه. تبغى تخلي الهلال يلعب على راحته والمنافس الاول اللي وضعه طيب ووضعه ممتاز ويعني تكتمل عندك كثير من مقومات استمرار المنافسه. النصر يعني عندك كثير من الاشياء اللي تجعلني اقول انه بيحقق الدوري بنسبه يعني تفوق ال 50-60%. طيب انت تقول الهلال استاجر الملعب، يعني انا اقول من حق اي نادي يستاجر ملعب، من حق اي نادي يبني. انا اتذكر الهلال كان عنده مشروع اي ملعب الا هذا الملعب اللي مستاجر. بريان شوف، لا لحظه دقيقه، كان الهلال عنده مشروع بناء ملعب، يمكن تذكرون وقت سابق. صحيح، يعني ايه كان عنده مشروع بناء ملعب، يعني فهذا الامر هاجس كان هاجس الهلاليين انهم يعني ياخذون ملعب، يكون عندهم ملعب للمباريات، كان يكون عندهم ملعب للمباريات والاستثمار. هذا اللي كان بس لحظه.